لا معلش بقى ما نعكش الدنيا، انا احب وابوس و انت ما تعملوش حاجه. ما دي مجتمعاتنا المريضه والله، الحمد لله. اطلع حد يشتمنا. طيب مش عارف. ما بصي هو كله غلط، ما تعملش كده وما تعمليش كده، وربنا يوفقكم وربنا يولي من يصلح لا ويهديكم. معلش بقى ما نعكش الدنيا، انا احب وابوس و انت ما تعملوش حاجه. ما دي مجتمعاتنا المريضه والله، الحمد لله. اطلع حد يشتمنا. طيب مش عارف. ما بصي هو كله غلط، ما تعملش كده وما تعمليش كده، وربنا يوفقكم وربنا يولي من يصلح ويهدينا اقسم كلنا. بالله لو الكلام ده في الكنيسة انا ما سيبها ساعة. والله العظيم شوف انا اهو كلب كلب بلدي والله، عبت لهم جوه. ايوه منبوس. اه طبعا كده مش حقيقي، مش حقيقي والله، والله وشاعات والله. ولو الكلام ده جوه انا هقعد جوه، ده انا هبات لهم، هبات لهم جوه الكنيسه طفوا النور. مش طيب الكلام اعتبر ده. بص اللي بيحصل. تعال تعال اه تعال، الحاجة دي اعمل زي ما انا بعمل. نقي خدي البتاع ده افتحيه، نقي اللي انت امسكي، نقي ايه نقي من الحاجات دي، شوفي اللي انت عايزاه. انا الاشياء زي ما هي. ماشي. ايه تاني؟ طب ما ايه رايك ما تاخدي الباقي اللي يعجبك من دول؟ عايزة حاجة؟ عايزة الباقيين يا اخوي العيال. ماشي هاتيهم لي وخد الباقي. سلام سلام. باي. اعمل زيي واعمل ده تحدي. نزل الهدوم القديمة وصورها وابعتها لي، وانا انزلها لك في هاشتاج اسمه اخر نفس في الارض على الارض. انا عامله خلينا اخر نفس على الارض. في ناس كتيرة بعتها لي على موضوع كتب تفسير الاحلام. يا صاحبي صلى على النبي كده، احنا مش عارفين نفسر الواقع. انت عايز تفسر احلامك ايه يا عم؟ احلام ايه تخمد يا عم؟ مش عملت حاجه حلوه فانا مبسوط بيها، بس انا عايز اقولها لك. انا حجزت الجيم بقالي اسبوع، اقسم بالله ما دخلته بس انا حجزته والله العظيم. فاستناني في الجيم ان شاء الله. امتى مش عارف. بس انا لازم اطلع اقول لك اتقدم يا اشرف واعمل الحركات دي. بس انا ما... ايوه قول بقى كنت بتقول ايه؟ نيجي خاصه بمعظمه. يعني ايه بقى؟ انا بحب المعظمه. بالايه؟ ايه؟ دي لغه ايه؟ سويه. العيال متعلمه. انا خايف يكون شتمني ولا حاجه. عيسى ما بيتكلمش بس انا بحبك. انا بحبك. انت كويس؟ شفتني؟ بالعربيه. شفت الكيسه وانا بحبك والله. انا بحبك. استنى طلع اهو. اوقات كتير انت بتقعد لوحدك، بس ربنا ساعات بيبعت لك حاجات خفيه. ده دعم للصم والبكمه. نقول دلوقتي ايام الاسبوع بالاشاره كده. السبت كده، الحد كده، الاثنين، ثلاثة، الاربع، خميس، جمعه. بس صباح الخير. انا كسرت المرايه التانيه لابويا. الاولى كانت مكسوره، التانيه جبت اجلها الحمد لله. تقول لي كسرت التاني ازاي؟ اقول لك اقسم بالله بنفس الطريقه. التوك توك خبطني وانا واقف. شكرا. يعني انت مرتبط بثلاثه ومعاك ثانويه عامه؟ احيلا. والله العظيم ده حقيقي. انا في الثانويه العامه دي كنت بلمع اوكر، اقسم بالله. يا لهوي ده كانوا بيستخدموني مصفه جردل والله العظيم. مصفه جردل كانوا بيطفوا في بقي سجاير. وكانوا عاملين الحرب عليا وبتاع وزلقني في الكورنر. انت بتعمل ايه يا ابني؟ ثلاثه؟ لا نظم وقت. لا تنظيم الوقت احسن من تنظيم النسل يا عم، اتكل على الله. انا عايز اقول لك ان ابويا كان لافف في التلفزيون ومديني ظهره طول السنه، وانا في اوضتي كنت بتفرج على ظهر التلفزيون طول السنه. اقسم بالله انا ما هنسى المشهد ده لغايه ما حفظت الكلام الانجليزي اللي على ظهر التلفزيون. عايز اقول لك كلمتين مهمين قوي في الفيديو ده. الفيديو ده انا دي تجربتي الشخصيه. في ناس كانوا راسمين لي سيناريو في حياتي مختلف خالص عن انا فيه النهارده، وانت لازم تقبل باللي انا بقوله، وانت لازم تحط نجاحاتك في ده. النهارده بعد ما انتشرت واتعرفت شويه والناس عرفتني في الشارع وبتاع ومش عارف ايه، انت فين؟ فين الطريق اللي انت كنت راسمه لي؟ الطريق اللي انت كنت راسمه لي كنت هفضل مدفون تحت الارض. انا نطيت من السفينه، مش هكدب عليك، انا نطيت من السفينه وفي سن صغير. انت هوا
بكلامك هوا، ما بقولكش بيع اهلك، ما بقولكش اتخانق مع ابوك وامك، ما بقولكش، بس بقولك اعمل انت عايزه. انا كسبت فلوس كتير قوي وخسرت فلوس كتير قوي وانا عيل صغير. لو كنت كملت بنفس السيناريو كنت افضل لا شيء، لا شيء بالحرف. اعمل انت عايزه، اهم حاجه ما تكونش مخالف، وطير طير. دي مش كلمتين تمام يا شيري، ركز معايا. بص انا هوريك حاجه، في طفلين عايزين يسلموا عليا، بس عسل قوي. بص هم هم هناك، بس بص بص عمالين يشاوروا لبعض، بس ايه مكسوفين. بص 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 يعني سكر قوي، سكر قوي. العسل، بص العسل. استنى انا انزل لك، انت مش عايز تسلم عليا ليه يا فارس؟ انا مين يا فارس؟ انت جو موسى. اه ايه بقى؟ جو موسى. اوعى اوعى يا فارس لا اديك البلوك بالحياه. لا 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 والله شكرا لكل حد بيطبطب علينا حتى لو بالسلام، والله العظيم ده كفايه، شكرا من قلبي. انا عايز احكي على حاجه بسيطه قوي. امي طيبه جدا، فمره بعمل ميتنج على سكايب على النت، ف انا فاتح الكام وبتكلم مع واحد، ودي راحت مدخله لي سندوتشات وكل، فانت مش عارف تعبر فعملت اعمل كده. ايوه اقفل اللي انت بتعمله ده وكل. طيب ماشي. بعد كده راحت وقفت ورايا فلقت الصوره، اتصورنا بقى. الراجل كده قاعد قدامي عليه شوم، بس بتحب تصور. ايه يا محمد يا حبيب قلبي، ايه كراش مين يالا فوق؟ لا لا فكك من الشعريتين وبتاع، ولا الدقن دي كلها مش باينه ولا ايه؟ انا كانت برضو مشكلتي في التعليم ان كان في مواد كتيره فيها حفظ وانا ما بعرفش احفظ. فهل بقى مشكلتك اتحلت في الجزء اللي بيتفهم؟ برضو لا، لان انا ما بفهمش. كان عندي بالك ان في ناس ما بتتعلمش بالمواقف، يعني في ناس ممكن تقابلها في حياتك والله اقسم بالله لو داسك بالعربيه انت هتلاقي نفسك تقول ماشي يمكن ما يعرفش يسوق، فانت بتبرر للناس، هي مش محتاجه تبرير يا جماعه. هم على موسخ تعبناش معاك، وادرك بقى عشان الوقت بيجري، نشوف لنا خلق وسخه اكتر غيرهم فنكتشف. ياض يا ابن قلب انا وصلت الجيم الحمد لله. انا بطمنك بس عليا ان انا بخير. الحمد لله الحمد لله. انا بقطع نفس امي في البتاعه دي. لا بتوع جيم ولا بتوع نيله، اقسم بالله انا كنت مفخت على سرير امي والدنيا ماشيه كده، بس ما تفهمش ايه اللي هبت في دماغي. انا حزين على الفلوس اللي دفعتها والله. ولا اي حاجه يا باشا، انا راجل زملكاوي متعود. ده انت كنت هطلع اسالك السؤال ده لو انت. يا عم احنا الصدف لما بنكسب، احنا اتعودنا يا عم، احنا ناس تقيله. ايوه انا اللي بتقول لك هي بتشتب ولا ايه؟ اه كنت تشتموا عليا. اوعى ولا هشقلبك اقسم بالله، هحضنك البلوك. اوعى ايوه انا. ابويا شخلعني يا احمد، عارف الشخلعه؟ هو شخلع. بص يا احمد، هو انا ابويا مش هياخد تمن المرايه، بس هيشخلعك بتمنها. عارف الشخلعه؟ يركبك المراجع كده ويوديك ويجيبك ونزغرط كده ونجيب ناس تزغرط ونجيب عم عبده ونشهي فرح العمده، فرح العمده. بس لو انت واقف ارتحتوا يا عم، طب اطلع اجيب غيرها. لا ما تجيبش، بس شخلعك وربنا ما يوريكش خلعه ابويا. امال ليه الصاد ما صرفوش في التربيه والتعليم عندكم؟ تعالي ليك وتعالي لخالتك، خالتك اوعى تنسى خالتك. مبروك عليك يا ابن قلبي، انت حصلت على بروك يلا.